لكانت الحياه مبذوله لله، اذا كان المرء ساعيا الى الله، اذا كان الانسان حريصا على مرضاه الله، اذا كانت النزوات بعيده والشهوات مضمحله، اذا كان الانسان على ربه مقبلا وعن الشهوات مدبرا ولهذا الدين باذلا، فما يضره ان يموت؟ ما يضره ان يموت؟ الا انها البدايه الحقيقيه للحياه الحق بعد ذهاب الوهم وبعد فناء الخيال، تلقى الحقيقة والحقيقة وحدها. صحيح أنه قد لا يصح لك في الحياة صاحب صحيح في الحياة كلها بطولها وعرضها، قد لا يصح لك فيها صاحب صحيح فتفقد بفقده بعضك، تفقد بفقده بعضك ويتلدد لفقده بدنك وجسدك وقلبك. صحيح قد لا يصح لك في الحياة رفيق ولا حبيب، وتبقى في الوحش تعانيها وتعانيك وتزاولها وتزاولك، تبقى فريدا غريبا في صحراوات ليس لها بدء ولا منتهى، في هذه الوحشة وهذه الغربة، ولا أنيس إلا الله هو الحي الباقي الذي لا يزول. صحيح إنه قد لا يصح لك في الحياة بطولها وعرضها، قد لا يصح صاحب ولا صديق ولا رفيق. صحيح، فإذا صح ثم فقد فقد فقدت بعضك، فقدت قلبك، ولا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرا. يا لانصداع القلب الذي يسمونه الحسرة، يا لانصداع القلب الذي يسمونه الحسرة، يا لانصداع القلب الذي يسمونه الحسرة بنيرانها التي تتلظى وبلهيبها الذي يتلهب بين الجوانح كاويا وفي الأحشاء نافذا، على مثل الجمر ينبض القلب. ولكن هذه هي الحياة بحقيقة الحياة، وليست إلا الحياة. كيف الخلاص؟ الخلاص في الإخلاص، ولا صلاح للبدن إلا بصلاح القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا صلاح للبدن إلا بصلاح القلب،